اهلا بيكم ريفيو جديد وانتي الاهم لكل الناس اللي طلبت العبايات القطيفه اللي شكلها شيك اللي نفسها تشوف العبايات القطيفه لقينا لكم المكان اللي عنده العبايات القطيفه اللي شكلها شيك جدا بكوليكشن كبير جدا بسعر المصنع وجمله الجمله. هنوريكم كمان الكوليكشن اللي هم حاطينه شكله جميل جدا. ده اول حاجه بصوا الخامه تحفه على الحقيقه كمان، وهتلاقوا عندهم كوليكشن كبير في شكل ده كمان، في حلو قوي قوي، في حاجات اللي بيحب الاشكال اللي فيها استرس هتلاقوا كمان الاسترس. بصوا يعني حاجات شكلها شيك جدا جدا جدا، كل الحاجات اللي انتوا نفسكم فيها. معانا استاذ ايهاب هيقول لنا الاشكال القطيفه بقى، عشان ناس كتير جدا طلبوا الاشكال القطيفه فقلنا نجيب لهم احسن محل بيبيع بسعر جمله الجمله وبسعر المصنع. وما شاء الله عندكم كوليكشن كبير، يا ريت بقى اتفرجنا عليه. بص انا عندي قطيفه ملحفه او عبايه بفضل الله كل اشكالها كل مقاساتها، انا عايز عبايه ماشي، عايز ملحفه ماشي، لا خليجي كل تشكيله. في مثلا حاجه زي كده ال في، طبعا البراندات دي الناس عارفاها. بص دي واخده شكل ملحفه وكمان فيها اوبشن جميل قوي، فيها حزام من جوه بتربط يعني بتكسم لو بنت صغيره تبقى مقاسها بالظبط. وادي بس من الظهر برده نفس الكلام، حلو قوي، يعني فيها حزام لو عايزه تلبسيها بالحزام اهو من هنا ومن هنا، شكله جميل قوي، بيضيق الوسط، يبقى عند على الوسط. لو عايزاها واسعه كمان هتبقى تقدري تلبسيها واسعه. البراند بتاعنا عشان ما حدش يقلد، المغازي دي الاصليه، هي دي المغازي البراند بتاعها اهو، ده البراند بتاعها الاساسي عشان خلي بالكم من التقليد. بالظبط كده، ده الاصلي وده بسعر الجمله، دي جمله الجمله لان دي بناخد من المصنع من اول ايد. حلو قوي، دي يا جماعه هتلاقوها في اي محل بالضعف والثلاث اضعاف كمان. بالظبط كده، دي الديور بقى برضو الماركه نفس بدل ال في ديور. ودي يا استاذ ايهاب الاستراس عمره ما يقع، ده طبعا استحاله، طبعا استحاله، ده كبس، ده الاستراس ده يا جماعه كبس، عشان كبس. الناس اللي كانت خايفه ان الاستراس يقع، لا الاستراس ده كبس مش هيقع. وادي من الظهر نفس الكلام، ديور شكلها شيك جدا وجميله جدا ورقيقه، والخامه كمان خامه جميله جدا، لا هي تقيله ولا خفيفه، اللي هي اللي بتدفي، لان طبعا الخامه اهم حاجه طبعا، مش التقل بتاع لطيفه، خامتها هي اللي بتحكم. ده بالنسبه لل في وديور. في حاجه بقى جميله قوي زي كده، ده معمول اورليه مش اطار، رقيق قوي 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 قوي، بص الجمال، تحفه، بص من عضها نفس الكلام بجد، شكلها شيك جدا تحفه. ودي برده فيها حزام من جوه برده نفس الكلام، جميله. ده بقى معمول اورليه من جوه من بره عشان لا يقع ولا حد ولا حاجه تشيله، يعني متخيط في العبايه. وكمان ليها دي الطرحه، ليها الطرحه طبعا، كله ليها يا جماعه، ليها كل حاجه ليها الطرحه بتاعتها كمان، بص يعني كمان الطرحه عليها اورليه، شيك قوي قوي قوي، نفس شغل العبايه بتتلف من كل ناحيه. حلو قوي يا جماعه، ان كمان اللي عايزه تلبس بالطرحه بتاعتها موجوده طبعًا كمان، طبعا وبرده بنفس التطريز ونفس الشكل. وبرده خلي بالك برده دي برده نفس الكلام، برده عليها نفس الاسم اهو، بصوا في نهايه الطرحه هتلاقوا اللي فيه برده نفس البراند اهي. حلو قوي قوي قوي، شكلها طبعًا شيك جدا، مفيش حد بيعمل طرحه لطيفه، بس احنا عملنا طرحه عشان زمايلنا برده بيحبوا الحاجات الشياكه. حلو قوي طرحتها بصراحه، انتوا ما شاء الله متميزين جدا يعني، وكل كوليكشن بتاعكم احلى من بعضه. بص ده لون تاني من اورليه برده، دي كانت اوف وايت، دي الاوف وايت بتاعتها، بص كده، ودي ده لون الكافيه بتاعها النحاسي، لون تاني اللي حابه، هم هنا بيرضوا جميع الاذواق يعني، هتلاقوا اللي حابه على كافيه هيبقى موجود بالظبط كده، واللي مدي على بيج شويه بصوا ده نحاسي واوف وايت، جميل قوي قوي. بص بقى دي جميله جدا، دي اسمها بحريني، بص الموديل عامل ازاي، لا ما شاء الله تحفه، دي بحريني دي ولا كانها فستان، بص من الظهر عامله ازاي، تمشي سواري، تمشي خروج، تمشي كل حاجه، حلو قوي قوي. بص عامله ازاي، دي بقى نص ملحفه، دي اللي هو الكم الواسع، الكم اللي مسمينه كم بحريني، دي كل التطريزه على الكم من هنا الاثنين والظهر، الظهر كله حلو قوي قوي قوي. في عندك اللون ده برده، وعندك اللون النحاسي برضه، عشان في ناس بتحب اللون الفاتح، بتحب اللون الغامق. بص من الظهر عامله ازاي، شكلها شيك قوي، بص العبايه لوحدها بتتكلم بجد، بتتكلم وكمان وفيها الطرحه بتاعتها كمان، عشان ودي نفس الطرحه برضه الكافيه، تلبسيها كامله اهي، كافيه برضه الطرحه كافيه بتاعتها، حلو قوي قوي، من كل ناحيه الطرحه، من كل ناحيه لكل يعني اللي كانوا بيسالونا احنا نفسنا في عبايات سواء استقبال نخرج بيها، كل الحاجات دي شكلها شيك جدا وجميله، بص بقى وباشكال مختلفه، دي حرف اف طبعا، الناس كلها عارفه البرندات ايه،
نفس الكلام. حلو قوي. وبرده نفس الحكايه ليها حزام بتضيق من الوسط. وادي الطرحه عليها نفس الرسمه، الطرحه نفس الرسمه برده اهي. جميل قوي قوي قوي، لان اللي يلبس حاجه لازم يبقى برده ايه كل حاجه بطرحتها. واحلى حاجه هنا عندهم بالمقاسات كمان الكبيره، ممكن توصل ل 8 اكس لارج، يعني عندهم كمان مقاسات بكوليكشن كبير. دي رسمه اسمها الفيرزاتشي، دي طبعا بواخد الظهر كله وعلى الكتفين، يعني الكتف الرسمه على الكتف اهي، واخده الظهر، وبرده الطرحه بتاعتها نفس الرسمه فيرزاتشي برده. حلو قوي قوي قوي، مديها على تطريز ذهبي في سيلفر في اسود كمان. ثلاث الوان، شكلها شيك جدا ورقيقه جدا. في عندك برضو عبايه زي الملحفه اللي قولي وريتها لحضرتك، دي العبايه بتاعتها بقى، دي عبايه صاج. دي عبايه، دي عبايه زي الملحفه اللي وريتها لحضرتك اللي هي الايه اللي ليها رباط من جوه. دي لو حد عايز المقاسات الاستاندر بقى، دي مقاساتها كلها موجوده. اللي عايزه ملحفه هتلاقي، اللي عايزه عبايه هتلاقي. بالظبط، دي حلو بقى قوي. دي اربع مقاسات من اكس ل 4، الثانيه 1 سايز. الاول واحده 1 سايز، دي فيها لحد 4 اكس، صح كده؟ بص بقى الممنوعات دي بقى، دي ممنوعات، دي انفراد ده بقى، بصي جميله قوي قوي. دي حاجه مش ده غير عند البوب بس. صح، بص جميل. الجمال عامل ازاي؟ رقيقه قوي قوي قوي. بص الملحفه دي، الملحفه القطيفه اللي شكلها شيك جدا، اللي كل الناس بتسال عنها. اللولي متخيط مكبوس كبس في الملحفه، اللولي ده عمره ما يقع على فكره، لان هو ده كبس، ده كبس كده. ده اللولي مدي شويه على اللون اكسيد افاميه ده، لون. واللي عايزه الابيض زي اللي احنا صورناه، اللي حابه الابيض كمان موجود بالظبط كده. ده الابيض، اللي حابه الابيض هتلاقي، واللي حابه اللون الغامق كمان هتلاقي. في برضو دي برضو مختلفة خالص عن اللي احنا كل صورناه كله. دي بص واخدة الرسمة على الكتف كله والصدر، واخدة الظهر بنفس الكلام بالكتف. شكلها جميل قوي قوي قوي، تحفة. دي حاجة خليجي كده جميلة. حتى بصوا على من قريب كمان، جميلة جدا، هتلاقوا فيها، وهي فيها ايه استراس بسيط جدا، رقيقة قوي. هي أحلى حاجة فيها إن هي حاجة رقيقة جدا وحاجة عملية في نفس الوقت. حاجة منها فيها ده اللون الأوف وايت، في منها الأبيض، بص في الابيض، يعني اللون اللي انت عاوزاه موجود، الشكل اللي انت عاوزاه موجود، ملحفه ماشي، عبايه ماشي، كله موجود باذن الله. وكله بص باعداد، اللي عايز من قطعه لغايه 100 قطعه موجودين نفس النوع. احلى حاجه ان هم بيعملوا هنا قطاعي يا جماعه، والجمله للمحلات برضو، الجمله اللي عايزه تاخد بسعر الجمله بالظبط، المحلات كمان هتلاقي فيها اعداد عنده. واهم حاجه المصداقيه، الحاجه اللي بتشوفيها هي اللي بتاخديها، خامه ولون وكل حاجه ما شاء الله. مفيش حاجه اسمها تشوفي حاجه وتاخدي حاجه ثانيه، استحاله. اهم حاجه عندنا الفينش والمصداقيه للعميل. وحقيقي ما شاء الله عندكم كل حاجاتكم متميزه. بص بقى لو بنوته بقى رايحه درس، رايحه مكان، ده تلبس عليها بنطلون، دي سوسته بتفتح من فوق ومن تحت. الرسمه على الكم اهي، دي لطيفه برده بس بنانيت شويه، والرسمه على الظهر نفس الكلام. حلو قوي. بص لو حابة تلبس بنطلون تحتيه ليجن، اي بنطلون قطيفه، اكنك لابسه تونك بالظبط. احلى حاجه عايزه تسيبيها مفتوحه مقفوله هتلاقيها بالزبط. موجوده هتعرف. ده اللون الزنجار، وفي منها الذهبي. حلو قوي. ده اللونين اللي عايزه بالظبط كده، اللي مديها على الذهبي، واللي عايزه سيلفر هتلاقي، واللي عايزه سيلفر موجوده، الاثنين موجودين ومتوفرين وبمقاسات كمان. عندي كمان ملحفه اسود في اسود برده ستراس، اللي عايزه التطريز بقى يبقى اسود بس. الشانل برده شانل زي الشانل اللي وريتها لك، بس التطريز بتاعها اسود بالظبط كده، اسود في اسود. حد ممكن يحب الاسود في اسود، يقول لك عايزين اسود في اسود. وفرنا كل الاذواق وكل الالوان بصراحه، ما شاء الله عليكم، يعني بترضي جميع الاذواق. دي عبايه برضو، بص الاسترس عليها من كل حته، والكم بتاعها اسباني. دي كم اسباني، دي مختلفه خالص على ورتون. بصراحه مختلفه، شكلها جميل قوي. بس بص داير ما يدور عليها اهي، بص الاسترس بتاعها شكله حلو قوي، اشتغل في خامات مظبوطه. لا بصراحه، والماتيريال كمان يا جماعه على الحقيقه، ما تيجوا تشوفوا هتلاقيه حلو جدا، وحاجه كده جميله بصراحه. ده بقى زي الدريس، زي الدريس بالظبط اللي بتلبس الاسود، من عملنا منها القطيفه اهي، اللي هي الادوار ادوار ادوار زي الدريس البناتي. جميل جدا جدا، قدام وورا، حلو قوي قوي قوي. دي ما فيش منه قطيفه خالص معموله كده، ده حاجه اول مره اشوف قطيفه شكل الدريس، اكن دريس بالظبط حقيقي. في عندك حاجه زي كده، دي رسمه على الصدر وعلى الظهر، رقيقه برضو، عبايه مختلفه خالص عن اللي احنا فرجناه. رسمه اللوتس من على الظهر، بص هي واخده الرسمه ازاي. دي فيها تطريز الاثنين مع بعض، اسود في زنجار. والطرحه عليها الشغل كله، بص من كل ناحيه، يعني الطرحه تلف من كل ناحيه، الاسترس موجود. حلو قوي قوي قوي. ده لون
الجنجاف الاسود، وعندك اللون اللي هو الهادي بتاعها الفوميف الاسود ده لون الاكسيد. ده برضو حلو اللي هو اللون هادي قوي، اللي هو اللي بيحب اللون الفاتح موجود، اللي حب الغامق موجود. صراحة يعني احلى حاجة ان انتوا بترضوا جميع طبعاً الازواق. والطرحة نفس الكلام، الاسترس من كل ناحية نفس لون الفوميف. حلو قوي ما شاء الله، شيك جدا. وكلها اسعار الجملة، جملة طبعا من اول قطعة. في عندك بقى حاجة زي كده ستايل مختلف خالص، ده روب شيفون. بص عليه، قطعتين تطريز، قطعتين دي لوحدها اهي، ودي من فوق من لوحدها خالص من جوه. دي بكم برضو اهي، والكم عليه نفس الشغل الاسترس. وادي الرسمه بتاعه العبايه، حلوه قوي، وعليها سبعه من جوه مختلف برضو فيها شغل نفس الكلام اللي عليها من جوه. هذه دي قطعتين، ممكن في ناس بتلبس دي مره وممكن تلبس صح، وممكن تلبس على دي على طقم عادي كاجوال لوحده بس كده. دي حاجه اسمها جاردن، اللي تلبس على وحدها كده، تلبس طقم عادي كاجوال وتلبس فوقها منها التلبسه دي. حاجه برضو كلاسيك. حلو قوي، احلى حاجه ان انت تقدري تشكليها بالشكل اللي انت عايزاه. يعني تلبسي كان عندك عبايتين بالظبط، كانك اشتريتي يعني، تلبسي على طقم، وممكن تلبسيهم الاثنين مع بعض، وممكن كل واحد لوحده، فكانك انت هتعرفي تطقمي. شكلها حلو جدا، كده مختلفه خالص. في حاجه تانية زي كده، دي اسمها حرير مغسول، دي لسه نازله جديده. دي خامه جديده خالص لسه نازله. جميل قوي، دي على الكتف من فوق، دي على الكتف كمان ومفتوحه. دي شكلها الستايل بتاعها جديد، دي حاجه اورينتال دي بقى، ده حقيقي. وخامه اسمها حرير مغسول لسه نازله جديده، ده احلى حاجه فينا، هي مش هتلاقيها بتكسر ولا اي حاجه. دي بالظبط هتغسليها وتروحي لابساها بالظبط كده، ما فيهاش اي مكوى ولا اي حاجه، لانها الخامه بتاعتها جميله جدا جدا جدا. وعلى الحقيقه كمان يا جماعه تلاقوها تحفه. عايزين بقى حضرتك تقول لنا على العنوان يقدروا يوصلوا واسم المحل، واحنا كمان هنحط لهم الكارت. المحل بتاعنا ما يتوهش خالص وسهل جدا. حضرتك بتنزلين من شارع الغوريه العمومي، اول حاره شمال اسمها الكحكيين. في معمل ترشي مشهور جدا مصر كلها بتيجي تاخد منه اسمه النسر. انا قبل المعمل النسر على طول، محل اسمه ايهاب البوب. تسالي عليه اي حد من بره، بفضل الله احنا هنا متميزين بالحته النظيفه والمصداقيه للزبون. العميل يشوف الحاجه في التليفون على التليجرام او واتس او تيك توك او اي حاجه، اللي بيشوفه بيجي يستلمه، مفيش حاجه اسمها يشوف صوره يجي ياخد حاجه تانية. ما شاء الله عليكم، هنحط لكم كمان الكارت، وانتظرونا في فيديو جديد وانت الاهم. تمام.